مركز شباب الجزيرة. ده المكان اللي المحكمة بتحكم فيه للأب في الغالب، يعني إنه أو الأم طبعاً، بس بيبقى في الغالب الأب إنه يجي يشوف أولاده المحروم من رؤيتهم. المحكمة بتختار، المفروض إنها بتختار مكان آمن لطيف، يعني ما يبقاش كئيب. الأب والابن ممكن يعني يلعبوا فيه، يشموا شوية هواء، يأكلوا، ينبسطوا. فبيقع الاختيار دايما في، اعتقد يعني للناس المحيطه، يعني ان هم يشوفوا اولادهم في المكان ده. هنقابل امهات وهنقابل ابهات، احنا مش جايين نعمل حلقه لحد معين، مش جايين نعمل الحلقه للابهات ولا جايين نعمل حلقه للامهات. الحلقه دي من الاخر احنا جايين نعملها عشان الاولاد، عشان حق الاولاد في عيشه سويه، عشان الاولاد يتربوا اسوياء، يقدروا يشوفوا أبوهم اللي خلفهم ويقدروا يتعاملوا معاه، ويقدروا يشوفوا أمهم اللي ولدتهم برضو واللي من حقها حضانتهم وتربيتهم. حق الولاد على أهليهم إن هم يربوهم أب وأم. خلونا نتفرج ونقابل الناس اللي بيعانوا هنا في مركز شباب الجزيرة. مركز شباب الجزيرة مكان تنطبق عليه مواصفات وزارة العدل اللي وضعتها لتسهيل رؤية الأباء أو الأمهات لأولادهم، واللي منعهم الطرف الثاني من رؤيتهم ولجأوا للقضاء لتنفيذ حكم الرؤية. المحكمة ليها الحق في اختيار المكان المناسب للرؤية، واللي لازم تتوافر فيه مواصفات تشيع الطمأنينة في نفس الطفل الصغير، وفي نفس الوقت ما يكلفش الأهل مشقة أي مصاريف لا تحتمل. قابلنا مدام ماجدة وابنها دكتور أحمد نصار، أب وجدة لطفلة عمرها 3 سنين، اتحرموا من رؤيتها بالطرق العادية ولجأوا للمحكمة عشان يعرفوا يشوفوها. كان على وشهم ابتسامة هادية، لكن في قلبهم حزن ومرارة. السلام عليكم استاذه نجوى ودكتور احمد نصار. احنا طبعا موجودين في مركز شباب الجزيره، وحضرتك معادك النهارده انك تشوف بنوتك الحلوه، عندها 3 سنين، اسمها ايه؟ زينه. اسمها زينه، ربنا يخليها لك يا رب. انتوا ايه يعني حضرتك ليه مش عارف تشوف بنتك عادي؟ يعني ليه مش عارف تشوفها؟ يعني ليه رفعت قضيه عشان تشوف بنتك؟ ايه اللي وداكوا للنقطه دي؟ يعني ليه ما تشوفهاش عادي؟ ليه ما تعديش على مامتها تاخد البنوته تفسحها يوم بمعرفتك؟ يعني مش لازم حكم محكمه يحكم لك بالموضوع ده. لان طبعا احنا بنرجع للقضاء لما الطرف الثاني اللي انا بطلب منه بشكل ودي حاجه زي كده يعني يدي كلام ووعود في الهواء وما ينفذهاش، فبضطر بقى، والحمد لله يعني القضاء والقانون يقدر ايه. بعدين بيحصل اعتداء يعني طرف غير يعني ما يعرفش يعني ايه تفاهم. انت حصل انفصال وزينه كان عندها قد ايه؟ كان عندها سنه و4 شهور. شفتها في نوفمبر بالصدفه وقعدت معاها 5 دقايق كده. يعني قعدت 11 شهر ما تشوفهاش؟ تقريبا 10 شهور. 10 شهور ما شفتش بنتك. طيب انا عايزه اسال سؤال، انت مفتقدها ليه؟ وانت المحكمه حكمت لك انك تشوف بنتك كل اسبوع 3 ساعات. هل ده مش كافي؟ يعني انت هيبقى عندك مذاكرتك وشغلك وحياتك، واحيانا الراجل هو متجوز والبنت معاه، ممكن بالذات الدكاتره يبقوا انا بطشيات وما اعرفش ايه، ما يشوفش العيال غير حاجات بسيطه. فاحيانا بعض الدكاتره يقول لك كفايه، يعني حلوين 3 ساعات نكثف فيهم. ده لو حصل 3 ساعات، انما هو الوقت بيبقى ضيق جدا، يعني ممكن من 3 من 4 نص ساعه ربع ساعه ساعه. بصي لو ضربنا 3 ساعات في 15 سنه انا قريتها يعني قريب، 93 يوم. هل العلاقه ما بين الاب وبنته او ابنه 90 يوم في 15 سنه يعني انت ضربت الثلاث ساعات في 15 سنه هتشوف بنتك في 15 سنه دول لمده 90 يوم، هل هم كافيين لايه؟ انت عايز تعمل ايه معاها؟ يعني تواصل ما بين ولي الامر والوالد والطفل. صح.
استاذه نجوى، حضرتك يعني بتقولي انه مش كفايه كمان كجده يعني حفيدتك تبقى معاكي 3 ساعات او ساعتين في الاسبوع وعايزاها تجيلك البيت، والموضوع ده يعني مش تجيني انا، تيجي لوالدها، انا من حقي برضو كجده ومش هقعد لها انا على طول يعني. دي فتره وانا ست كبيره يعني، مش ربنا ما قداميش لسه 60 سنه تاني يعني. يعني فده كل الحكايه، الله اعلم، محدش عالم. الام او الجده من الناحيه الثانيه يخافوا ان الطرف الثاني يسمم افكار البنت من ناحيتهم او يقول لها ده مامتك عملت او كده، فبيقلقوا فتقول لك لا تبقى بنتي في حضني. كده غلط جدا. لو يعني لو خدتيها، لو خدتها لا يمكن، مفيش. انا بالنسبه لي انا عارفه نفسي، انا لا يمكن اسمم الافكار ولا اي حاجه خالص، بس لا يمكن طبعا اجيب لها سيره لحاجه زي دي، لان مهما كان دي مامتها، مفيش احن من الام على الطفل من دول. بس البنت دلوقتي عدت 3 سنين ابتدت تعرف وكده، اول ما كانت بتشوفه كانت بتجري عليه، بعد ما انا شفتها مره واحده ونسيت اللعبه بتاعتها ما خدتهاش، فاحنا اضطرينا ناخدها نروح بيها، جه يشوفها تاني البنت بقت تعيط ومش عايزه باباها. من هالام بقى تقول لك ايه، اصل الاب مش هيعرف يلبسها، مش هيعرف ياكلها، مش هيعرف يعملها، مش لا خلاص اسم الله، هي كبرت شويه بس يعني لما تعرفوا تعملوا كده يعني. احنا عايزين نحنن قلب ماما عليه. مين اللي جايب لها العرايس والحاجات الحلوه؟ انت كنا جايبين، انا كنت جايبه لها علبه كده كبيره مليانه 17 عروسه واتنين ملايكه وحاجات جميله قوي، وفي حاجات ورود كده باللي بتتحط، بس ما جبناش بقى المره دي. انت جايبه لها وبازل وحاجات كده، لا يعني ربنا إيه؟ ربنا يزيدكم وتجيبوا لها دايما. دكتور احمد نصار، حضرتك يعني عايز حاجات محدده في موضوع تتعلق برؤيه البنت، مش عاجبك فكره الثلاث ايام، الثلاث ساعات في اليوم او في الاسبوع يعني، عايز ايه يعني؟ بسم الله. هو الحديث ده ألهمني، اللي هو إذا كان أولى الناس بصحبتي يا رسول الله من؟ فقال له أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فأنا حسيت كأن أيا كانت الأم وأيا كان الأب، صحيح، هم أقرب الناس لأنه يكون صاحبك، بس بنسبة 1 إلى 3 أو ربع المدة يعني. الأب ربع المدة ماشي، والأم 3/4 المدة، لأن هي الأم مهما كان والاب مهما كان، خلاص. طيب فلو اعتبرنا الاسبوع كانه 8 ايام، يبقى انت ليك يومين او اقل. لو هو بقى الاسبوع 7 ايام، يبقى الاسبوع 7 ايام، يبقى انت ليك مثلا يوم وليله، يومين. طيب يعني حضرتك شايف انه كده من باب العدل، وشايف انه بيقول ومن باب انا كانسان، انا اتجوزت جوازه واحده في حياتي وخلفت خلفه واحده في حياتي، انا اشوف بنتي بس 3 ساعات في الاسبوع؟ يعني احيانا الام تقول لك انا مش يعني هي مش ناقصها حاجه. انت شايف ان البنت ناقصها ايه وهي مش معاك؟ يعني الام بتبقى عامله كل حاجه، وبيبقى في خلان احيانا، وبيبقى في جد، وبيبقى في كده، فيعني بيبقى فكره الراجل في حياتها يعني بيبقى موجود. انت ايه اللي هي ناقصها انت ممكن تعمله؟ من سوري، من وجهه نظر ضيقه جدا. انتوا كده هتحولوا الاباء الى اباء بيولوجيين بس، صحيح، وانتوا كده هتكسروا المجتمع، هتفتتوه بسهوله، صحيح. انا على فكره بسالك من وجهه النظر الاخرى، لكن انا مع ان الطفل ده يعيش حياه سويه حتى لو في طلاق. لازم يشوف الاب ويتعامل معاه ويحضنه ويخرج ويتفسح ويشتري له ويركبه معاه العربيه ويعني انا شايفه كده، والام برضه. هو حتى اللي متجوزين يعني في بينهم صفاء ونقاء تماما؟ لا خالص. طبعا انت عندك نقطتين مهمين نفسك بتطالب بيهم، يعني القوانين المصريه انها تضيفها زي ايه؟ ان يعني عدم منع وسائل التواصل الاجتماعي مع الطفل بالقانون مع الطفل، عامل بالظبط زي ايه؟ يعني ايه منع؟ يعني ممكن مثلا يقولوا لا ما تكلميش بابا على الفيس، ولا ممكن يعني متوقع يعني بقى اي وسيله منع يعني. فما يكونش بقى في حاجه يعني في القانون في صف الكلام ده. تاني حاجه برضو يعني سن الحضانه، لو الزوجه او الام دي ما اتجوزتش يكتفى يعني لغايه بس سن 7 سنوات لو الطفل ولد، ولو الطفله بنت 9 سنوات. اقول لحضرتك ليه؟ السن ده بدايه بقى البلوغ في الطرفين. البلوغ ده محتاج مش مرونه ناعمه، مرونه
انشف شويه اللي هو الراجل اللي هو الاب يربط الامور شويه. وبعدين اسمها حضانه. الحضانه يعني انا من وانا صغير كلمه حضانه دي اللي هو لغايه كي جي يعني مش لغايه ابتدائي حتى. والله انا اتمنى ان القوانين دي تتلغي ويبقى في التواد والتراحم بين الناس كده. الاب يشوف بنته عادي يعدي على بنته ياخدها والام تديها له وهو ما يحرمش الام من بنتها ولا هي تحرم البنت من ابوها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بشكرك يا مدام. شكرا جزيلا. لا احنا سعداء جدا بالصدفه الجميله دي. ميرسي لحضرتك. شكرا جزيلا. لا ان شاء الله خير. ان شاء الله. ميرسي قوي.